كان بخير الحمد لله. دابني كان واحد الخطره في جيت طالع من جهه القصريه، طاح في الطريق جابوه الناس للدار هنايا. ملي مشاو دينا المولاي حسن ما قبلوش لنا الحل ديالو، قالك دو لمريزكو. ملي دينا لمريزكو قال داروا الراديوات وداكشي، ونحس عندهم شي جلسه سيمات في الانعاش وداكشي. لكن من بعد ملي خرج قالوا دير الراديو على برا، الراديو عندنا خاسر. ملي سوا دابا على برا في الكلينيك قالوا لنا 170 ريال، 70 الف ريال. حنا ماشي استطاعة ديالنا، حنا دابا ساكنين في بيت كما شفتوا دابا مع الجيران، ودابا بقينا هاد الشهر في التصبيق ديالنا وغنخرجوا، لان ما عنديش استطاعة باش نخلص انايا. الراجل كان خدام عليا وهو مريض، انا ما عنديش استطاعة باش نخلص انا الكرا والمصاريف ديال اللي عايش وبزاف اللي جاني حمل ثقيل. دابا كنا حنا كارينا ب 25، دابا جاتني صعيبة، وصافي هادشي اللي كاين. ودابا الراجل اللي محتاج لهذا الراديو كيمشي عندهم السبيطار كيقولوا لي خاسر، وهذا الراديو هو محتاج ليه كيقولوا لي باش يورينا العروق الصغار، نشوف المشكل ديالك، واش عندك العمليه، واش عندك التسريحه، واش عندك. وانا ماشي استطاعه ديالي باش ندير هذا الراديو، لان ربي هو اللي عالم. 170 الف ريال قالنا دابا الراديو في الكلينيك، السرحه ديال القلب كيقولوا هو كيقولوا لنا في مريزك كيقولوا 5 مليون. ملي كتقول شي حد كيقول لك سيديريها على برا، وانا ماشي استطاعه ديالي باش نديرها للكلينيك. والناس كتعرف بلي الكلينيك خاصك بزاف ديال الفلوس، وحنا ماشي استطاعه ديالنا. دابا كنقول للناس وكل شيء اللي كيشوف فيا واللي كيشاهدني يساعدني على حساب الراديو، ويساعدني الا كانت شي عمليه ولا كانت شي سريحه، والله هو اللي غيجازيهم بخير. ومن دار شي عمل ديال الخير هو اللي غيجازيه. انا دابا كندير المسمن وكندير شويه البطبوط وكنقص على راسي ديال القنطره داكشي، يعني القسم كنجيبو للدراري باش ياكلوا باش يشربوا. تقريبا في شهر 3 درت العمليه ديال الفتق، درت نهار 12 في شهر 3، وتقريبا 4 شهور يلاه هضر بنان بديت سميتو. كنت غادي في الشارع طاحت بعد باب القلب هذا ضرني، بديت نغوت حتى جابوني الناس للدار، ويا ديك هزوني الناس عدوني من تما داوني لابو الوفيد، قالوا لي خص نمشي لميرزكو. مشيت لميرزكو هي هذيك، بقيت مع المغرب تما صافي، وانا نغوت بهذا الشيء اللي وهي ديك جاو داروا لي التخطيط وداك الشيء، داوني الانعاش، نعس واحد 5 ايام. عاوتاني عاود قال لي ودي دابا خصك دير الراديو، باش عاوتاني قال لي الراديو ب 170، وقال لي العمليه تكون عندك شي عمليه داك الشيء خصك لها 5 مليون. ايوا هذا الشيء اللي كاين، الله يجزيكم بخير. لا لا مريح دابا، كيفاش غادي نخدم انا دابا؟ انا مريض دابا في الدار، دابا انا ما نقدرش حتى في الدروج، دابا تنقدرش تنطلع وتنعرق، تيجيني داك العرق دابا سميتو. دابا حاليا دابا تنهضر معاك وراني ما قعدتش كاع نهضر كاع.